شخص لم يصم رمضان وبسبب نصيحة الطبيب وأخر أو تساهل في موضوع الإطعام حتى توفي، ما الواجب على الورثة الآن؟ هل يجب عليهم وجوبا أن يعني يطعموا عنه علما بأنه ليس له تركة؟ من أدركه شهر رمضان وهو مريض فلا يخلو حاله من أحد خمسة أحوال. الحال الأول أن يكون زائل العقل، هذا لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا قضاء ولا كفارة ولا فدية، فإنه قد ارتفع عنه التكليف. والثاني من كان عجزه عجزا دائما بحيث يغلب على الظن أنه لن يستطيع أن يصوم في مستقبل أيامه، فهذا يجب عليه ما دام عقله حاضرا أن يفدي بفدية بإطعام مسكين عن كل يوم. فإن كان لا يملك المال كان فقيرا سقط عنه هذا الواجب، وأما إذا كان غنيا ففرط فيه فإنه متى مات أخذ من تركته إن كان عنده تركة، وإذا لم يكن عنده تركة لم يجب هذا على الورثة وجوبا متحتما، وإنما هو من المستحبات ومن فضائل الأعمال بالنسبة لقرابة هذا المتوفى. والثالث من كان مرضه مرضا يرجى سلامته ولكنه استمر معه حتى مات، فهذا لا يجب عليه شيء. والرابع من كان مرضه يرجى شفاؤه وتمكن من القضاء فإن قضى كفاه ذلك، وإن لم يقضي فإنه يستحب لقرابته أن يصوموا عنه. والخامس من كان مرضه لا يؤثر عليه الصيام فهذا يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له الفطر. بقي معنا أقل من دقيقتين، أم يزيد سألت عن